استقبل الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الفريق بحري إدوارد أنيغرين كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط في المملكة المتحدة واستعرض سمو الشيخ ناصر بن حمد آل مع كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأكد سموه على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين والدفع بها نحو مستويات أكثر تنميًا بما يحقق الأهداف المنشودة.